عشر شافي الجديد. تحية للموزي الموسيقي حميد الدوسي اللي اشتغل لنا على هذا حميد الدوسي الله يعمر دار. تحية للسنافير اللي كان معدبهم غارغاميل. عكس ما كتحاول تبين صامد غيلان بأنك كنتكلمش على دابا، كنتكلم على عموما أنا مرتاح، عجبك الحال، مسارك عجبك، الوضعية داخل القناة الثانية عجبك. أكثر من مصدر يأكد بأنه صامد غيلان ما عجبوش الوضع نهائيا داخل القناة الثانية، بأنه عنده إحساس باطني بأنه قتل مهنيا داخل قناة عين السبع. يقولوا بأنه صامد الوضع ديال يدخل مع 12 ويخرج مع الجوج ويتغدى في القناة الثانية وما عنده ما يدار أثر عليه بشكل كبير بشهادة من يعمل وبعض من يعمل في القناة الثانية. نفسيا حطموك داخل القناة الثانية وتحاول مداراة هذا الأمر بطريقتك. واخا صافي ساليتي الجمل حيت بيان سور انت ما يكفيوكش معايا الجمل الاستفزازيه، خصك الفقرات الاستفزازيه الباراغراف. خونا الرمضاني، الاحساس اللي عندي انا في دوزام صعيب يكون عند شي واحد اخر. اولا لاني دخلت لدوزام وانا دري عنده 20 عام ودرت بلاصتي حفرت بلاصتي. الطموحات اللي عندي في دوزام ما تقدرش تخيلهم، والنظره اللي كنشوف انا بعيد صعيب هذوك الناس اللي قالوا لك هاد الهضره يكونوا كيشوفوها، خصوصا اللي كانوا خدامين معنا في دوزام. حاجه واحده اخرى، الرسول عليه الصلاه والسلام اللي سول على الانسان المؤمن قال لهم نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، الباطن لا يعرفه الا الله سبحانه وتعالى. باش بدا اصلا تبدا الباراغراف ديالك باطنيا هذا خطا، وهناك ينتهي الحوار. جواب هذا مقنع؟ واش قنعك انت؟ انا قانعني، الباطن لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى.